قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. ونصيحه مهمه جدا، يا ريت تتابعنا على انستجرام لان بننزل هناك حاجات مختلفه وبجد مختلفه، ويا ريت كمان تتابعنا على التيك توك لو يعني بتحب تتفرج كتير من هناك، لاننا برضو الفتره الاخيره عملنا تيك توك. هتلاقي رابط كل الحاجات دي موجوده في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. وكالعاده يا ريت ما سمعش ملخص الفيديو اللي فات يروح يسمعه من القناه، او هتلاقي اللينك بتاعه في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. واللي بقول لك تروح تسمع الفيديو اللي فات لاننا الفيديو اللي فات لخصنا الجزء الاول من الفيلم ده، والفيديو ده هو الجزء الثاني. اخر حاجه احنا شفناها في الفيديو اللي فات ان في شخص اسمه هاكون نازل من الفضاء بالسفينه بتاعته اللي اسمها سول، لكنه نزل بالغلط لان السفينه عطلت. وقتها جوليا بنت الجنرال ليفيديف حاولت تساعده بكل الطرق عشان يرجع تاني لسفينته ويمشي، لكنها حبته وهو نفس الكلام، وده خلى ارتيوم الشاب اللي كان بيحب جوليا يقلب عليها ويحاول يقتل هاكون. وقتها حصلت حروب ومعارك كتير خلصت بان ارتيوم اتقبض عليه وجوليا وهاكون اتضربوا بالنار، بس في الاخر جوليا عاشت ورجعت مع ابوها عادي جدا، لكنها كانت فاكره ان هاكون مات فسابته يمشي مع السفينه بتاعته. لكننا بعد كده لقينا عادي جدا هاكون لسه عايش. وافتكر يا صديقي ان جوليا عاشت بعد ما اتضربت بالنار بسبب السوار اللي هاكون اداهولها الجزء اللي فات، فافتكر السوار ده لانه مهم جدا جدا. وبس يا سيدي، بعد مده بقى من كل ده تقريبا بعد سنتين بنلاقي ان كل دول العالم اتحدت مع بعض عشان خاطر تعمل نظام حمايه لكوكب الارض. النظام ده عباره عن كميه كبيره من الاقمار الصناعيه المرتبطه ببعض عن طريق شبكه كبيره مغطيه كوكب الارض كله، وهدفها انها تحس باي حاجه داخله على كوكب الارض، لان يعني من بعد اللي حصل يا صديقي والعالم كله في حاله رعب. وبالتالي اتعملت منظمه كامله للحمايه من اخطار الفضاء، والمنظمه دي عسكريه ومسكها طبعا الجنرال ليفيديف. ولكن رغم كل ده يا صديقي، الى اننا بنشوف دلوقتي ان السفينه سول بتاعت هاكون حرفيا قدام كوكب الارض وبكل سهوله اخترقت الاقمار ومحدش عارف بوجودها. بعدها اطلقت سول مركبه صغيره كده وبعتتها على كوكب الارض. المركب دي يا صديقي نزلت البحر، وهنا بقى شفنا ان فيها شخص، الشخص ده هو هاكون. نزل ليه وبيعمل ايه الله اعلم. عامه بعد 4 شهور بقى من كل ده على الناحيه الثانيه بنلاقي جوليا صديقي عايشه حياتها، او مش قوي يعني، لان جوليا حاليا وبسبب اللي حصل معاها الفتره اللي فاتت دي كلها من فضائيين وغيره بقت مهمه جدا جدا. فحاليا بقى دايما ماشيه معاها حرس كلهم بتوع ابوها. في المجمل يعني حاليا بتروح المدرسه وبتقضي يوم دراسي ممل مع جوجل صديقها، بعدها بتاخد بعضها وبتروح، ولكن يعني مع ابوها ليفيديف. الفكره هنا انهم مش بيروحوا على البيت، بل حاليا ليفيديف بياخد جوليا على مقر الاختبارات العسكري الروسي، واللي بيقوله طبعا ليفيديف برضه. المهم يعني ليفيديف ساب جوليا هناك عشان يتعمل عليها شويه اختبارات كده، وهو راح يتكلم مع العلماء. العلماء دلوقتي قالوا ليفيديف ان الفضائيين لما مشيوا سابوا بدله من البدل بتاعتهم، واحنا حاليا بنعمل عليها اختبارات وتجارب، بس لسه ما وصلناش لحاجه غير انها قويه جدا. اما بالنسبه بقى لبنتك جوليا فاحنا محتاجينك تجيبها كتير جدا عشان نعمل عليها تجارب تفهمنا ايه القوه الغريبه اللي بقت عندها دي بسبب الصور، وايه الرابط الكبير ده اللي بينها وبين الفضائيين. في اللحظه دي ليفيديف ما كانش عاوز بنته تبقى فار تجارب، لكنه يعني وافق وخلاص. وفعلا في الوقت ده جوليا كانت محطوطه في بيسين كده ومربوطه، وفي دكتور بيكلمها من الميكروفون وبيحاول يستفزها لابعد الحدود. ليه؟ عشان يشوف مهما استفزها ايه اقصى طاقه هي ممكن توصل لها بالصور اللي معاها. وفعلا كل ما كان الدكتور ده يستفزها اكتر كانت الطاقه اللي تطلع من الصور بتزيد اكتر واكتر، لغايه ما خلاص دخل عليها دلوقتي الدكتور شخص هي مش بتحبه ابدا، الا وهو ارتيوم. ارتيوم يا صديقي كان بسبب الخساره اللي خسرها والصدمه اللي اتصدمها من جوليا المره اللي فاتت حرفيا جات له سكته دماغيه وشبه بقى دلوقتي مشلول. لكنه رغم كل ده بمجرد ما شاف دلوقتي جوليا فضل يحاول يتاسف لها ويعرفها انه ما كانش يقصد كل اللي حصل معاها، وما كانش عاوز يقتلها هي، بل كان قاصد هاكون. وقتها جوليا بجد جابت اخرها واترعبت جدا، فهوب طلعت منها طاقه كبيره جدا عملت ذبذبات كبيره في كل حته في المكان. وهنا بقى ابوها حس اخيرا، فورا جه وخدها من هنا خالص، وطبعا ارتيوم بقى بعده من هنا هو التاني. في المجمل بعد اللي حصل ده جوليا كانت مرعوبه جدا انها شافت ارتيوم هنا بعد السنين الكتيره دي، وفي نفس الوقت كانت متضايقه جدا من ابوها عشان سمح بكل ده، وبالتالي طلبت منه يسيبها دلوقتي، وقالت له كمان انها هتطلع تقعد لوحدها ومش عاوزه حرس. طبعا ابوها ما قدرش يتكلم لانها بجد كانت مرعوبه، فسابها وطلع بره. اول ما ليفيديف طلع بره جاب واحد كده من الجنود اللي شغالين معاه وتقدر تقول عليه دراعه اليمين اسمه ايفان. المهم يعني قال لي ايفان ان هو يتنكر ويروح بقى يراقب بنته من بعيد لبعيد ويحميها من غير ما تحس. وبس يا سيدي، اخر الليل بقى بنشوف جوليا قاعده في حانه كده وعماله تسكر وتسكر، وطبعا يعني هي بتسكر لانها يعني ما تعرفش ربنا اصلا. المهم يعني ان اثناء الكلام ده كله هي حست ان ايفان واللي كان قاعد وراها بالمناسبه حست انه جندي من جنود ابوها، وبالتالي شاورت له من بعيد كده كانها يعني بتقول له انا عارفه انك تبع ابويا فبلاش تعمل فيها نفسك متنكر. وقتها جالها ايفان وقال لها انا مش شغال عند والدك، بس انا بحترمه جدا ولازم احافظ عليك عشانه. ولسه ايفان هيكمل كلامه، هوب هاكون يا صديقي دخل على الكل وكان عاوز ياخد جوليا ويمشي من هنا. طبعا جوليا ما كانتش واعيه لكل ده خالص، فقام ايفان يتعارك معاه عشان خاطر مين هاكون ده اللي جاي ياخد جوليا منه. بس في اللحظه دي فاقت جوليا ان ده هاكون بجد، فضربت ايفان على راسه خلته يغمى عليه وطلعت هي وهاكون. اول ما طلعوا من هنا ركبوا هما الاثنين عربيه كهرباء كانوا فيها زوجين حرفيا مروحين، فطبعا الكل استغربوا، بس على طول بدات العربيه تتحرك لوحدها وتحاول تهرب من هنا بسرعه. وقتها جوليا استغربت، فلا هاكون ان سول السفينه بتاعتي هي اللي بتتحكم حاليا في العربيه من بعد وهتهربنا من هنا. وفعلا العربيه يا صديقي فضلت تجري وتجري، وايفان كان فاق على فكره وكان راكب موتوسيكل وعمال يجري وراهم عشان يلحقهم. المهم في النص بقى وقف هاكون العربيه عشان ينزل الزوجين دول من هنا، بعدها كمل مناوره مع ايفان لغايه ما وقعوا من على الموتوسيكل، بعدها خد بعضه وهرب خالص من المكان. وهنا بقى ايفان رن على ليفيديف وقال له بنتك اتخطفت مني، واللي خطفها واحد كده اسمه هاكون. في اللحظه دي ليفيديف اترعب جدا وعرف فورا ان الفضائيين رجعوا تاني، فبدا يكلم القوات الجويه عشان تتدخل. الوقت ده على الناحيه الثانيه بيروح هاكون وجوليا بالعربيه لبيت كده متطرف في الغابه، وهناك بقى اخيرا بيهدوا الكل شويه وبيدخلوا البيت ده. جوليا لما دخلت البيت استغربت ان هاكون عايش هنا، وفي اللحظه دي بقى لها هاكون انا بعد ما سبت كوكب الارض كانت حالتي صعبه خالص وشبه ميت، وفضلت في السفينه لمده اسبوع كامل، وده يعادل بالوقت بتاع الارض سنتين كاملين. ولما خفيت بقى لقيت ان السفينه سول ما طلعتش بره المدار بتاعكم، لاني ما كنتش هقدر استحمل السفر وارجع الكوكب الام بتاعي، وبالتالي لما خفيت وفوت نزلت الارض وانا عايش هنا حاليا ليا 4 شهور. وقتها قالت له جوليا طب ما رجعتش ليه كوكبك لما خفيت، ولا على الاقل ما جيتليش لما نزلت كوكب الارض؟ فقال لها لاني ما كنتش اعرف اجيلك خالص، خصوصا وان لو حد شافني هيعرف ان رجعت تاني للارض، لكن لما حسيت بيكي وانت في المختبر بسبب الذبذبات اللي طلعت من الصور جيت عشان انقذك. اما بقى ما رجعتش كوكبي ليه؟ لان نزولي للارض يا جوليا وتعرفي عليكم وحبي ليكي ده كله كان غلط ومخالف للقوانين بتاعت الكوكب بتاعي، وبالتالي مش هقدر ارجع تاني نهائيا. في اللحظه دي هديت جوليا شويه وتقبلت الكلام. المشكله بقى يا صديقي ان في الوقت ده في الفضاء بنشوف السفينه سول بتتاكل عن طريق سفينه اكبر منها بمراحل، والسفينه دي بقى من الكوكب بتاع هاكون على فكره، وجايه عشان تصلح كل اللي هاكون بوظه. عموما تاني يوم بقى صحي جوليا وكلمت ابوها ولكن فيديو كول، وعرفته بقى انها فعلا مع هاكون وهيتجوزوا وهيسيبوا الكوكب ده كله خالص وهيمشوا، وهي يعني كلمته عشان خاطر بس تودعه وتمشي. طبعا ليفيديف ودع جوليا عادي وسير الامور عادي خالص معاها، لكن بمجرد ما قفل طلب من جنوده ان هم يتتبعوا المكالمه دي ويبعتوا جنود على هناك يجيبوا جوليا وهاكون. وبالفعل بعد شويه في جنود قربوا على البيت اللي فيه جوليا وهاكون، فوقتها كلموا ليفيديف عشان يعني يعرفوا منه التعليمات. فقال لهم ليفيديف نزلوا اسلحتكم وهاتوهم بامان. لكن ولكن السفينه الام دلوقتي في الفضاء اخترقت الاقمار الصناعيه بتاعه الارض وحولت صوت ليفيديف وخلته كانه قال خلصوا على الكل واقتلوه. فبس القوات بكل قوه دخلوا على هاكون وجوليا وبداوا يتعاركوا معاهم ويحاولوا يقتلوهم. وعلى الناحيه الثانيه ليفيديف كان هيتجنن لان القوات مش راضيه تسمع كلامه وناويين يقتلوا بنته، فخد بعضه معاه ايفان وقوه من العساكر وطلع يلحق بنته. اما هاكون فورا ضرب كميه من العساكر وخد جوليا وجريوا ناحيه البحيره اللي قدام البيت، وهناك بقى طلع هاكون من البحيره المركب بتاعته اللي نزل بيها من الفضاء، فورا ركبها ولسه جوليا هتركب معاه اتضربت بالنار، لكن بسرعه خد هاكون جوليا وطار من المكان باقصى سرعه ممكنه. الفكره بقى ان الموضوع ما وقفش عند كده، وهوب قوات الدفاع الجوي ضربت على هاكون صواريخ وبرضه لانهم خدوا اوامر من ليفيديف، مع ان ليفيديف ما امرش بكده خالص. وحرفيا ليفيديف بيقود دلوقتي باقصى سرعه عشان يلحق بنته، وفي نفس الوقت هيتجنن وهو عمال يطلب من الجنود يوقفوا هجوم ومحدش بيسمع كلامه. المشكله الثانيه بقى ان في الوقت ده الجنود كانوا بيرجعوا ارتيوم على سجنه، فهوب غفل واحد من الجنود وجيري لبس البدله وفورا هرب من المكان. اما بقى هاكون فهو عمال يهرب فضل يحاول يطلب من سول السفينه بتاعته انها تفهمه ايه اللي بيحصل، فردت على هاكون السفينه الام وقالت له سول اتدمرت وانت لو عاوز ترجع وطنك لازم جوليا تموت. في اللحظه دي قفل هاكون التواصل وكمل هرب، لكن مره واحده كده طلعوا عليه طيارات هليكوبتر وفضلوا يضربوا فيه لغايه ما حرفيا ضربوا عليه كتير جدا من الصواريخ، خلت المركبه بتاعته تترمي بره الميه خالص وتترمي على الارض. وفي اللحظه دي كانت في طياره ثانيه هتخلص عليهم نهائيا، بس جه ارتيوم ببدلته على اخر لحظه ومسك الطياره دي وفضل يضرب فيها لغايه ما وقعت اتدمرت. ارتيوم مش جاي ينتقم بل جاي يصلح اخطاء الماضي. المهم بعد اللي حصل ده خد هاكون جوليا لانها مصابه زي ما احنا عارفين، وراح دلوقتي بيها ناحيه الاسعاف، وهناك كان ساب ارتيوم البدله وقاعد برضه عند الاسعاف. فلما شاف هاكون وجنبه جوليا مصابه كان عاوز يساعد، فقال له دلوقتي هاكون محتاجين ميه كتير جدا والسوار بنفسه هو اللي هيعالجها وبشكل حلو. فورا دلوقتي خدهم ارتيوم وسرقوا عربيه من واحد كان ماشي في الشارع، وخدوا العربيه وراحوا يجيبوا ميه. اثناء بقى الطريق فضل يقول ارتيوم هو ليه الشرطه والجيش بيهاجموكم وانتوا ما عملتوش اي حاجه؟ فقال له هاكون لان ده مش الجيش. قال له هاكون ان في سفينه من سفن الكوكب بتاعتنا اسمها را استحوذت على السفينه بتاعتي سول، وهي اللي عاوزه تقتلنا، وبالاخص جوليا لان يعني حبتها وكمان اديتها السوار بتاعي، وده كله خرق للبروتوكول بتاعنا، وبالتالي السفينه را هتخترق كل الاقمار الصناعيه وتنسخ اي حاجه عشان خاطر تقتلنا، وحرفيا هي اللي اصلا ادت اوامر للجيش عشان خاطر يقتلنا، ومحدش خالص هيقدر يعرف ان را هي اللي ادت الاوامر دي مش الجيش، ورا تقدر تعمل حاجات كتيره جدا لانها عندها كل المعلومات بتاعتكم وخدتها من الاقمار الصناعيه. طبعا الكلام ده حرفيا رعب ارتيوم جدا، لكنه كمل طريق. في الوقت ده على الناحيه الثانيه ليفيديف كان وصل لمركبه هاكون، بس كان بعد فوات الاوان لانها فاضيه. طبعا ليفيديف استغرب لانه كان عارف ان الطيارات كانت بتتبع المركبه دي عشان كانوا فيها جوليا وهاكون. طب راحوا فين؟ في المجمل دلوقتي اخذ ليفيديف بعضه وراح لوزاره الدفاع عشان فيها دلوقتي اجتماع ضروري مع رئيس الوزراء. ليفيديف لما دخل هناك الكل كانوا متضايقين منه وليهم بيقولوا دلوقتي انت السبب في كل اللي حصل. وقتها ليفيديف كان مستغرب وقال لهم انا اللي عاوز اعرف مين اللي ادى الاوامر بضرب صواريخ وسط العاصمه، فعرفوا الكل دلوقتي ان هو اللي امر بكده. بعدها سمعوه تسجيل لصوته وهو بيدي الاوامر دي، فطبعا ليفيديف كان هيتجنن جدا بس فهم كل حاجه دلوقتي لما بصوا كلهم على التلفزيون لقوا مذيع بيقول ان في حي سكني عملاق في العاصمه تم تفجيره وناس كتير بسببه ماتت، واللي عملت كده هي جوليا ليفيديف. وهوب شغل بعد كده فيديو مفبرك لجوليا بتقول فيه انها هي اللي عملت كده وان هجوم الفضائيين اللي فات ده كان برضه بسببها هي، وبيخلص الفيديو. ليفيديف في اللحظه دي ادرك ان الفضائيين زمايل هاكون اخترقوا اقمارهم الصناعيه وقدروا منها يوصلوا لصورهم وصوتهم وينسخوا كل اللي هم عاوزينه ويعملوا كل النسخ المزيفه دي زي الفيديو بتاع جوليا، او حتى المذيع اللي بيقول ان في مبنى سكني انفجر، او حتى كمان الاوامر اللي طالعه بصوت ليفيديف. رئيس الوزراء لما سمع الكلام ده اتجنن وعطوا الامر كل الناس انهم يوقفوا التعاملات الالكترونيه نهائيا وما يتعاملوش غير بحاجات الكترونيه ما يقدروش الفضائيين يتحكموا بيها في القمر الصناعي زي التليفون الارضي او الرسائل الورقيه. وبس تم نزع التليفونات من كل الناس اللي في الاجتماع وبداوا يتكلموا ازاي يدمروا السفينه الفضائيه المره دي اخترقتهم من كل حته. على الجانب الاخر بقى فارتيوم وهاكون وجوليا وصلوا للسوبر ماركت، وهناك نزل هاكون جاب كميه كبيره من الميه النقيه طبعا ونظيفه، بس الفكره بقى انه هو راجع ليه ان را عماله تلعب في عقول الناس كلها. ناس تجيلها مكالمات من اهلها بيقولوا لهم اوصلوا لجوليا واقتلوها، وناس تانية تشوف الاخبار على التلفزيون بيظهر مذيع مزيف بيقول ان جوليا هي اللي خططت لكل ده ولازم نوصل لها، وطبعا كل الحاجات دي مزيفه. في اللحظه دي جري هاكون بسرعه ورجع تاني ركب مع ارتيوم وجوليا وهربوا من هنا خالص. راحوا على فين؟ راحوا على بيت جوجل لانه الوحيد اللي ممكن يساعدهم دلوقتي وما يأذيهمش. المشكله الكبيره بقى ان في الوقت ده ايفان مساعد ليفيديف جات له مكالمه من مراته بتقول له ان المبنى بتاعهم جوليا فجرته وابنه حاليا في المستشفى بين الحياه والموت. ايفان يا صديقي اتصدم بالمكالمه دي وحرفيا ما كانش قادر يفرق بين الحقيقه والخيال، خصوصا وانه مش قادر يسيب الخدمه دلوقتي ويروح يطمن على عيلته. المشكله مش في ايفان بس على فكره، بل في السفينه را حاليا اخترقت كل انظمه العالم ودلوقتي كله عاوز يقتل جوليا باي طريقه ممكنه. عامه في الوقت ده عند جوجل، فجوجل يا سيدي فعلا خبى الكل عنده، وبالتالي اول حاجه عملوها انهم مسكوا جوليا حطوها في البانيو وغطوها كلها بالميه النظيفه وسابوها بعد كده مع السوار عشان خاطر يشفيها بنفسه. اما هم فطلعوا يقعدوا مع بعض عشان خاطر ياكلوا. الفكره هنا ان اثناء الاكل هارتون فضل يتحدى هاكون عشان خاطر يشرب مشروبات كحوليه كتير جدا لغايه ما حرفيا اغمى عليه. وقتها قال ارتيوم لجوجل احنا دلوقتي لازم ناخده ونسلمه عشان احنا وجوليا نبقى في امان. طبعا في اللحظه دي وافق جوجل مش لانه خاين بل لانه جبان. عموما سابوا الكل جوليا في البيت وخدوا ارتيوم وجوجل هاكون وطلعوا على وزاره الدفاع، وفعلا بعد شويه وصلوا هناك. فورا جالهم دلوقتي ليفيديف وكان متعصب جدا من ارتيوم وسالوه فين بنتي؟ فقال له ارتيوم انها عند بيت جوجل. في اللحظه دي امر ليفيديف جنوده ان هم ياخدوا ارتيوم وجوجل، وهو بقى فضل يستعطف هاكون عشان يقول له احداثيات السفينه را عشان خاطر يدمرها، فوافق هاكون يساعده. بس قبل ما يكملوا راح ليفيديف لايفان مساعده وطلب منه يروح يجيب جوليا بسرعه من بيت جوجل، فخد ايفان بعضه وراح لبيت جوجل، فكانت وقتها جوليا فاتت على فكره فخدها ومشوا على طول. طول الطريق بقى كان ايفان متضايق جدا على عيلته واللي السبب في كل اللي حصل لهم ده هي جوليا اللي قاعده جنبه، فجوليا حست انه متضايق منها، فلما سالته قام قال لها انت سبب تدمير المبنى اللي كانت فيه مراته وابني، وحاليا ابني بين الحياه والموت، بس لو حصل له حاجه ابوكي نفسه مش هيقدر يحميكي مني. وبس كمل ايفان لوزاره الدفاع، لكنه اتفاجئ هناك لما وصل بمظاهرات كبيره جدا قدام المكان كلهم بيطالبوا دلوقتي الجيش بتسليم جوليا، برغم ان ايفان كان قادر يرمي جوليا للناس دلوقتي لانه مسك مسدسه وهدد الكل من انه يقرب لجوليا. بعدها خدها ودخل بيها للمقر. في الوقت ده كان ليفيديف عرف من هاكون احداثيات السفينه خلاص، فورا امر ليفيديف الوزاره كلها بضرب السفينه دي بصاروخ من اكبر الصواريخ النوويه اللي عندهم، وعلى طول تم اطلاق الصاروخ وفي دقائق حرفيا كان وصل عند السفينه را وضربها. في اللحظه دي الكل فرحوا جدا جدا، وفرح لبيديف اكتر لما ليه بنته داخله عليه مع ايفان. لبيديف بقى لسه كان هيشكر ايفان انه جاب بنته، قام قدم ايفان استقالته وعرفه انه مش هيعرف يخدمه تاني وهو عارف انه بيحمي بنته رغم كل اللي عملته، فلسه لبيديف هيقول له ان كل ده كذب وهي ما عملتش حاجه. ايفان ما صدقش ومشى. في المجمل الكل كانوا فاكرين دلوقتي ان راء اتدمرت، لكن هاكون لا، وبالتالي مسك دلوقتي تليفون وتواصل مع السفينه فردت عليه. قالت راء انا كنت بتعامل معاكم بود عشان تخلصوا الموضوع، لكن باين مش هينفع معاكم غير العنف. وعلى طول خلصت كلام مع هاكون وفورا طلعت فيديو تاني لجوليا وهي بتقول انتوا اللي اضطريتوني لكده، استحملوا بقى. وعلى طول السفينه راء نزلت على الارض وبكل قوتها بدات تعمل حوالين المدينه اللي فيها وزاره الدفاع اللي فيها جوليا سور عملاق جدا من الميه، وفورا بدات تجيب ميه من كل حته في العالم وتضخها بكل قوه جوه المدينه، لدرجه ان الميه بتزيد في المدينه بمعدل 300 متر مكعب كل ثانيه. في الوقت ده الطيارات طلعت تضرب سور الميه العملاق ده، للاسف ما نفعش، والكل بصوا حواليهم دلوقتي لقوا ان السماء اتغطت بالميه، وحرفيا السفينه را قررت تقتل الكل عن طريق ملء المدينه بالميه، فالكل يغرقوا ويموتوا. في الوقت ده هاكون قال لبيديف المدينه دي للاسف هتغرق بالكامل خلال 20 دقيقه بس. فبس عرف لبيديف ان دي النهايه، وهو للاسف خسر المعركه دي. بعت ارتيوم وجوليا والكل على طيارات هليكوبتر عشان يعني يحاولوا يهربوا من هنا، اما هو فمسك الميكروفون وبدا يذاع في كل حته في المدينه للناس انه اسف انه ما قدرش يعمل اكتر من كده، بس دلوقتي كل المطلوب من كل الناس المتبقيه انها تصمد لاكبر قدر ممكن عن طريق انهم يستخبوا في اسطح عاليه او يركبوا اي زوارق معاهم. وبس خلص لبيديف خطابه وهو حزين، لكنه فجاه ليه في ظهره هاكون. لبيديف قال له انا مش قلت لك امشي مع جوليا؟ فقال له جوليا دلوقتي في امان مع ارتيوم وانا هفضل دلوقتي معاك لان عندي حل حلو. اخد هاكون لبيديف وقال له لو قدرتوا تجيبوا لي المركبه بتاعتي اللي كنا بنهرب بيها انا وجوليا ممكن اخدها واتحرك بيها بسرعه عاليه واقرب لسفينه را، ووقتها هفجر المركب وانا جواها هناك وبالتالي را هتنفجر برضه. في الوقت ده اخد لبيديف هاكون للسفينه بتاعته، لانه بالمناسبه على فكره كان جابها هنا للوزاره. بعدها ودعه وطلع لبيديف مشى ما تبقى من العمال والجنود، وفضل قاعد هو لوحده هنا بيوجه هاكون يتحرك ازاي يمين وشمال، لأن طبعا يعني هاكون مش هيكون شايف اي حاجه في الميه، وكمان ما يقدرش يشغل اي خاصيه من خواص الاقمار الصناعيه عشان را ما تتحكمش فيه. المهم فضل لبيديف يقول له يروح يمين وشمال لغايه ما خلاص قرب هاكون على السفينه، وهنا ودعه لبيديف وقفل الخط لان الميه وصلت عند لبيديف وبدات تاكل المكان كله. اما بقى جوليا وارتيوم فكانوا راكبين الطياره زي ما هم كده، لكن هوب الطياره وقعت بسبب الميه، بس الحمد لله ارتيوم وجوليا طلعوا منها بامان ووقفوا في سطح البيت. وهناك بقى لقيت جوليا ان خلاص المدينه كلها بتغرق، وادركت دلوقتي ان حرفيا السفينه عاوزاها هي بس تموت وكل ده هينتهي. بدات بقى قدام كل الناس تصرخ بعلو صوتها وتقول انا جوليا اللي عملت فيكم كل ده، اقتلوني. وقتها الناس بدات تقرب عليها، فارتيوم مرضيش ان حد يلمسها وفضل يضرب اي حد يقرب لغايه ما وصل ايفان، واللي بالمناسبه كان شايط جدا لان جات له مكالمه مفبركه ان ابنه مات، وبالتالي طلع مسدسه ضرب جوليا بالنار، بس للاسف جت في ارتيوم ومات. اما بقى جوليا فضلت تتحايل على ايفان انه يقتلها لان كل حاجه تتحل بعد موتها، وفضلت بقى تحاول بكل قوتها تغيظه عشان يقتلها، بس ايفان مرضيش لانهم دلوقتي كلهم هيموتوا. فعلا صديقي مره واحده الميه كترت جدا والمدينه كلها غرقت قبل ما هاكون ينفذ. ولكن 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 احنا طبعا عارفين ان السوار اللي مع جوليا مش هيخليها تموت، ولكن هي لو فضلت كده في الميه هتختنق وتموت، وبالتالي السوار عمل ايدين عملاقه من الميه، وفضلت الايدين دي تكبر وتكبر لغايه ما مسكت السفينه را وفضلت تسحبها لفوق وتوقف مفعولها خالص. وفي نفس الوقت برضه على الناحيه الثانيه الجيش فضل يضرب را بكل قوته بالصواريخ اللي معاه، فاخيرا بجد السفينه اتدمرت والميه انحسرت والناس بدات تتنفس من تاني، والحمد لله لبيديف هو الثاني ما ماتش، وطبعا هاكون هو الثاني ما كملش المهمه ورجع وقدر يوصل بعدها لجوليا، وكانوا هما الاثنين مبسوطين. بس للاسف زعلوا تاني لما لقوا دلوقتي جثة ارتيوم مرمية على جنب، لأن ارتيوم بجد صلح أخطائه وساعد كتير. عموما بعد اللي حصل ده كله بتعدي الأيام وبنلاقي كل حاجة رجعت لطبيعتها، وحاليا لبيديف وناس كتير تانيين واقفين قدام قبر جوليا، لأن قدام العالم كله يا صديقي كان لازم جوليا تبان إنها ماتت، لكن حاليا بعد ما مشيت الناس من جنب قبر جوليا خد لبيديف بعضه وركب طيارة وراح لبنته واللي كانت عايشة مع هاكون في مكان متطرف خالص عن أي حد، وحاليا كان لبيديف جايب لها الكلب بتاعها فرحت جدا بيه. بعدها ودعت ابوها وعرفته هي وهاكون انهم هيسيبوا الكوكب ده وهيروحوا مكان محدش يلاقيهم فيه تاني عشان محدش يعمل لهم اي مشاكل تاني سواء من هنا او من كوكب هاكون. بس استدعوا جوليا وهاكون السفينه اللي هيمشوا بيها، الا وهي السفينه سول، سفينه هاكون واللي طلعها هاكون من را بعد ما اتدمرت. وبيخلص الفيلم يا صديقي واحنا عارفين ان كده جوليا وهاكون والعالم كله هيكونوا بامان، وبيخلص الفيلم وبس كده. سلام.